إلى حضراتكم الآن موجز لأهم وآخر الأنباء. أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء عملا بالمادة 60 من الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. هذا وقد ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة بعد أدائه اليمين الدستورية، هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى الله وأصحابه الكرام الطيبين. معالي الأخ أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس الأمة، سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الإخوة والأخوات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم اليوم في ظل هذه الأجواء الحزينة والظروف الأليمة والأوقات العصيبة. ألتقي بكم وفي العين دمعة وفي الغلبة غصة وحسرة وفي النفس لوعة وحرقة. ألتقي بكم والكلمات تضيق وتعجز عن التعبير عما يختلج في خاطري وفي نفسي شخصيا من مشاعر الحزن والأسى على فراق أخي ورفيق عمري ودربي المفروق له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة ودار الخلد مثواه. ألتقي بكم لأستذكر بكم بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه الفقيد الوطن لشعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين، وما سجله خلال حياته من دور أبوي وإنساني بارز ومشرف شهد له الجميع. إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الأهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين. فسيروا على بركة الله وتوفيقه، ونحن دائما معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا
باقين وبالقسم العظيم بارين، أوفياء للوطن والمواطنين. حيث أعطي بلا حدود عطاء من غير منة، وترك لنا سيرة عطرة ومناقب رفيعة جميلة، فريدة في الوصف والعدد، وتفرد في تواضع شامخ، فكان بحق شيخ التواضع والمتواضعين، مما جعل التواضع يعزي بعضه بعضا يفقده ورحيله، ولقد كان له منا السمع والطاعة، ولم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها، رغم عدم قناعتنا ببعضها، لأن طاعته من طاعة الله، وعزاؤنا وعزاء أهل الكويت هو جميل ما تركه لنا رحمه الله من مآثر حميدة وأخلاق زكية كريمة، ستبقى ذكرها خالدة تسكن العقل والوجدان، ونحن بقضاء الله وقدره مؤمنون، وإنا على فراقك يا أميرنا لمحزونون، ولا نقول إلا بما يرضي الله وما يقوله الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يفوتنا نحن وفي هذا المقام إلا أن أسجل اسمي أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الوفي الذي عبر وبصدق عن أرقى وأعذب مشاعر العزاء، والشكر والتقدير موصول لكافة قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة، ولكل من حضر وقدم واجب العزاء، ومن حضر من المعزيين ولم يتمكن من تقديم واجب العزاء لكثافة الحضور وضيق الوقت، والشكر أيضاً لكل من عبر عن ذلك بكافة وسائل التواصل الاجتماعي. ولا أملك إلا أن أقول للجميع جزاكم الله عنا وعن الوطن وعن أهل الفقيد خير الجزاء، وتقبل الله دعاءكم، ولا أراكم الله سوء ولا مكروه، ونلتمس العذر لمن لم يحضر. إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، فإني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكراً ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذاً وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا. وأود أن أؤكد لكم في خطاب هذا استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، محافظين على التزاماتنا الخليجية والأقليمية والدولية. إخواني وأخواتي أبناء وطني،
أكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتين التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد. وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات، وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإغراره لهو خير شاهد ودليل على مدى الأضرار بمصالح البلاد ومكتسباته الوطنية. ومما يزيد في الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها مما أسبغ عليها صفة الشرعية، وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين. لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوباً بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندم لأجل مسمى، وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد بما يحقق مصالح البلاد العليا. إخواني وأخواتي أبناء وطننا، حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا، وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله. مما يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل طيب الله ثراه، وأن نتحاور وأن نتبادل الرأي والمشورة والنصيحة، وأن نسعى جميعا لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود، وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية حفاظاً على الهوية الكويتية وتعزيزاً للمواطنة الحق للكويتيين الذين يؤمنون بأن الكويت هي البقاء والوجود وإن الولاء لها. أخواني وأخواتي أبناء وطني، انطلاقاً من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين. فسيروا على بركة الله وتوفيقه، ونحن دائما معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين وبالقسم العظيم بارين أوفياء للوطن والمواطنين. في الختام أدعو الله في علاه أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، وأن يديم عليها التقدم والرخاء،
ويحفظ أهلها الأوفياء أعزة كرماء، وأن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت ونفوسنا على التضحية من أجلها، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتقمد موتانا وموت المسلمين بواسع رحمته، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وفي الوطن بالأمان والأمان. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر سيف صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى مقام السمو ورعاه الله كتاب استقالة الحكومة. نهاية الموجز في أمان الله.